أثلون سلتك في عام 78. كرة تصل محاولة مستمرة، تمريرة بينية، تغطية دفاعية كانت موجودة في الكرة. Nice control there by Belaza. And it's Shabelle. Dico. Sekwani. And she was trying to bring in Boutaleb. You know, Ines Boutaleb has been quiet. تمريرة من جانب سمايلة، وهذه محاولة وكادت هذه التمريرة. أن عام 91 بتلعب في نادي بريزونز في غانا، تلعب في نادي السجون في غانا. جولييتا شيمبونغ هدف عن طريق اللاعبة كاتلانا لاشيه لمنتخب مالي، الهدف الذي سجل في الدقيقة 31 من زمن هذا جنوب افريقيا. الكرة التي كانت من الطرف الايمن. Pressure coming in from Jamina Marek. Imene Merushi. ترسل طويلة في وسط الملعب مرة أخرى. Sadu. Ball has been sent back. Dico to captain of surrender some of the achievement they've struck so far in the women of AFCON, Cameroon. اللاعب ريفيلو جان وصول من الطرف الايسر البحث عن مسانده، هنا تمريره لكن كره كانت مقطوعه، تحولت بعد ذلك الى خارج الملعب. Boutaleb trying to go forward. But then that was للمرة ال11 في تاريخها. وبينما لدينا محاولة في الأمام مالي، طبعا دي المرة السادسة في تاريخها. هادو وصلت كرة عالية داخل منطقة الجزاء. عادت هذه الكرة من جديد. Ajara here for Cameroon. Good play, Ajara. Still looking for some bit of support now. Ingo waiting for a pass. Ajara again drifting the ball. يعني بالزوك الآن جنت وادي الهجمة للمنتخب الغاني بمحاولة مطالبة بركلة جزاء، لكن ماشية اللعبة. حكم الإسواتينية لم تشاهد هذه اللعبة. Looks tight. We've done, you know, 30 minutes here. الكرة في وسط الميدان لمنتخب جنوب افريقيا، ترسل داخل منطقة العمليات لكنها في الأخير سهلة عند الحارس المالية. اف سي اليزابيث أدو، كرته بعد إلى خارج الملعب. رمي التماس لصالح المنتخب الغاني. Always want to love to have the ball here and go with the long balls here. It's been cut up brilliantly. Sogori. تلعب الجليدس اللي بتمرر كرة طويلة في الأمام لإليزابيث أدو، بين أمامها على طول كلوبا بتشتت إلى خارج الملعب. يعني تلعب الكرة بأريحية، تمريرة في الأمام، سقوط. And the lady who plays for Stade Brest in France has given Algeria the lead against the round of